احتدام الصراعات السياسية بين الإطار والكتلة الصدرية. يوم غد تعلن التوصيات النهائية. غامض هو مستقبل الكتل الشيعية. البيان الأممي يستفز الولائيين ويبعثر أحلام الخاسرين. الانتخابات عبرت عن طموحات العراقيين، نزاهتها اقتربت من حدود اليقين. الملكي يكيد للمخططات الصدرية بمنع مرشحهم من تولي الرئاسة الحكومية، وصدريون يقتلون له أحلامه الوردية بتولي رئاسة الكابينة الوزارية. اليوم نفتح طريق بغداد الحلة. الكاظمي يتحدث عن كبرى الإنجازات، والبنك الدولي يكشف الخيبات. التعليم في العراق بأدنى المستويات. مستقبل البلاد يدنو من النهايات.